فإذا درسنا اليوم بإذن الله تعالى راح يكون عن المستقبلات الحسية. ما هي المستقبلات الحسية في جسم الإنسان؟ في جسم الإنسان يوجد عندنا 5 مستقبلات حسية، أو نحن من إلا الحواس، صحيح؟ حواس 5. أولاً المستقبل الضوئي وهو العين، 2 مستقبل صوتي وهو الأذن، 3 المستقبل الذوقي أو تذوق وهو اللسان، المستقبل الشمي يتمثل بالأنف، ومستقبل الحسي يتمثل بالجلد. وكل وحدة فيهن في عنا قسم مخصص لهذا الاستقبال. يعني مثلا الجلد، المعنى العلمي أن يوجد في هذا الجلد جسيمات حسية خاصة من أجل استقبال الإحساس. في عنا نهايات عصبية، مثلا اللسان راح نشوف أنه في عنا حليمات ذوقية تتوزع على سطح اللسان من أجل موضوع الإحساس الذوقي. طيب الأذن أيضا يوجد في عنا آلية معينة للاستقبال الصوتي وإلى ما هنالك. فإذا درسنا راح يكون اليوم بإذن الله تعالى عن الحاسة الأولى وهي المستقبل الضوئي وهي العين والرؤية. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ أولا أن يتعرف الطالب إلى أقسام العين، ثانيا أن يسمي الطالب طبقات جدار العين والأوساط الشفافة على الرسم، ثالثا أن يشرح الطالب وظائف كل قسم من أقسام العين، ورابعا أن يبين الطالب آلية الرؤية ويربط بين عامل شبكية العين والإحساس البصري. الكلمات المفتاحية للدرس، طبعا هذه الكلمات المفتاحية هي كلها من أقسام العين، رح نشوفها إن شاء الله خلال الشرح. الصلبة، المشيمية، الشبكية، القزحية، الملتحمة، النقطة العمياء، الحدقة، الجسم البلوري، الجسم الهدبي، القرنية، اللطخة الصفراء، والخلط المائي، والخلط الزجاجي.